وهاجرت سيرا نحو ربك داعيا، فما سرت حتى أصبح الكل ناجيا. عليك صلاة الله عد خطاك في مسيرك عن أرحام مكة نائيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، وبعد، فهذه ذكرى بمناسبة دخول العام الجديد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان كان عدما ثم أصبح شيئا يذكر ويشهر ويشكر، ودفع الله عز وجل به في مسرح الحياة. هذه نعمة خليق للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين ويقول معللا: ذلك يوم ولدت فيه. فكان يحمد الله سبحانه وتعالى على يوم ولادته بالصيام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يحمد الله سبحانه وتعالى على أن أعطي فرصة للحياة ليستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى مستوى الشهر كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. وأما على مستوى نعمة الله سبحانه وتعالى على أن أعطى الإنسان فرصة للعمر سنة كاملة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. فلما توفر لديه كمية من الإبل نحر بيده الشريفة 63 بدنة، 63 من الإبل نحرهم عن كل سنة من سنين عمره بدنة، ناقة أو جمل. فخليق بالإنسان أن إذا أعطي سعة في الرزق ويسرا في المال أن ينحر عن كل سنة من سنين عمره بدنة، ناقة أو جمل، شكر لله سبحانه وتعالى على أن أعطاه هذه الفرصة ليستثمرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة الثمينة الكريمة التي هي فرصة الإنسان لأن يزرع فيها الخير الذي يجنيه في الآخرة، هذه الحياة تتضاءل نعمتها أمام الفتن. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة قوم فتوفني إليك غير مفتون. يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الفتن أن الحياة أمام الفتن الأصل مغادرتها وتركها. إن أردت فتنة قوم فتوفني إليك غير مفتون. انظر قيمة الحياة أولا، ثم انظر الفتن ماذا تفعل بهذه الحياة تجعلها يعني أقل مما كانت عليه. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعاء: إن أردت فتنة قوم فتوفني إليك غير مفتون. وهذا يذكرنا بنعمة الله سبحانه وتعالى بالإمام المهدي عليه السلام الذي على يديه تهدأ الفتن. الإمام المهدي عليه السلام على يديه تهدأ الفتن، هذا يبين عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الشخص العظيم الذي على يديه تهدأ الفتن. ولذلك كان الإمام الحسين عليه السلام يقول: لو أدركت الإمام المهدي لو أدركته لا خدمته طوال حياتي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن سمع به فليأته ولو حبوا على الثلج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفرجه الشريف وأن يرزقنا حسن نصرته في الغيب والشهادة وبيعته بين الركن والمقام، وأن يجمعنا به مع سيدنا عيسى عليه السلام في المسجد الأقصى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطاهرين، وكل عام وأنتم بخير وعافية.